حمدي تفضل أسئلتك الأخرى والشباب بيلحقوا. طيب ماشي. أنا بستمع دكتور هاني بالعربي وبالإنجليزي، هو طبعا بالعربي بينطلق وبيعطينا يعني إن شاء الله نسمع منه في الساعة القادمة عصارة أخرى بالإضافة للغة الإنجليزية. دكتور هاني، حضرتك شفت صراعات كثيرة في العالم، صراعات لا تنتهي، شيشان على البوسنة، على مقاديس الصومال، على لا تعد ولا تحصى يعني، وكنت في المقدمة بالإضافة طبعا للمآسي الطبيعية اللي حضرتك ذكرت بعض منها من شوية. الوضع السوري يمكن من أطول الصراعات اللي احنا شفناها في العالم، السنة التاسعة ولا يبدو في الأفق نهاية لهذا الألم المستمر. من خلال التجربة في العالم، كيف ترى بناء على المعطيات الحاصلة حاليا في سوريا وداخلين على مرحلة تجديد أو لا تجديد في قرار الأمم المتحدة بالعبور من تركيا لتقديم العون لأهلنا هناك، كيف ترى دور المنظمات الأهلية الإغاثية في هذه المرحلة؟ يعني هل ترى للصراع نفسه طريق يعني نهاية بالتجربة، بالقياس بالتجربة اللي حصلت في أماكن أخرى؟ كيف ترى الوضع السوري متجه ودور المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية في المرحلة الثالثة إذا كنا داخلين على نهاية للصراع؟ شكرا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا إن شاء الله إن شاء الله الصراع ينتهي عاجلا أو آجلا، لكن علي أنا كمسؤول في مؤسسات إغاثية خيرية مجتمعية إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أكون مستعد. هنا بالتحدي بقى يا أخ عثمان، أنا بتجيلي المال فقط لما يكون في كارثة، جائحة، مال الإغاثة. أنا لابد أن أستقطع، واسمعني هنا يا أخ حمد أنت وعثمان ومن معكم، لابد وأن أستقطع جزءا من هذا المال لعمل التالي أثناء الصراعات. الأول الجزء قد يكون من 20% ل30% من مال الإغاثة، سمعين يا شباب، من مال الإغاثة. أول حاجة بناء المجتمع المحلي وبناء قدرات الموظفين داخل المجتمع المحلي وبناء مؤسسات المجتمع المدني داخل المجتمع المحلي في مناطق الصراعات، والبدء كذلك من 20-30% دي في عمل مشاريع تأهيلية وتنموية في أماكن بعيدة عن منطقة الصراعات، والأمر الأخير يكون جزء منه حتى يكون احتياطي استراتيجي لما بعد الحرب، يكون موقوف لمدة معينة. أنا بتكلم كلام الناس بتضحك فيه عليا وبنضحك عليا فيه، أنا بقول لك من دلوقتي، أنا بقول للمانع شرعاً ما فيهاش مشكلة، أنا سألت فيها بعض المشايخ لكن أردت تأخذون منها الفتوى، ما فيهاش مشكلة. لماذا؟ لأن المال الذي يعطى لك أثناء الأزمة دي لن يعطى لك في وقت السلام. البوسنة الآن لم تبنى يا شباب، أفغانستان لم تبنى والحرب وقفت، ولا الناس بتطلع وتنزل بتطلع وتنزل. سياسات بعض المؤسسات الكبرى قائمة فقط على إطفاء الحرائق ليس منع الحرائق. وديك مثلا في كوسوفو عام 1999 خرج الكوسوفيين بالعربيات، حوالي كانوا قرابة مليون لألبانيا. لما جاء الإنذار الأمريكي أو حصل قرار الأمم المتحدة بوقف الحرب، طبعا موظفين الأمم المتحدة عايزين يعملوا بقى مسيرة بقى إعادة اللاجئين وخيام وكذا وكذا، وهم بيحضروا الخطة دي كلها. كان كل واحد كوسوفي واخد عربيته ومراته وولاده ومروح على كوسوفو. أصبح التخطيط اللي هو الرتيب الذي قد ينظر إلى الاستراتيجية أصبح خارج مجال التاريخ.
الصومال ما زالت بتعاني من أكثر من 30 سنة من صرف على الصومال أكثر من 50 مليار دولار. لو كنا استقطعنا جزء من هذه الخمسينية كل عام ما كنا وصلنا لما نحن فيه الآن. أغلب الأموال التي تمنح من الدول للصومال وغيرها هي أموال إغاثية. أقول لك ما عنديش أموال تنموية لأن الصومال فيها مناطق صراعات. طب في مناطق ما فيها صراعات يا أخوي؟ في بونتلاند وفي سومايلاند وحتى مناطق في الصومال. السودان جنوب السودان أنت فاكرين العمل اللي هو الصراعات المسلحة دي في كل جنوب السودان؟ والله أنا كنت معنا لو بفرج على مسلسل بلد معنا أجيب لك الستات اللي بيعملوا يرقصوا يجيب لك طبلة والرق. هي فقط في منطقتين أو ثلاثة في الشمال وفي الوسط. أنا كنت في جنوب السودان في شهر فبراير أو في مارس فبراير يعني أعتقد في فبراير بعد ما رحت جنوب أفريقيا بقيت على فين؟ على السودان بقى على جنوب السودان والمسلم في آخر فبراير قعدت مع الشباب أغلبهم مش مسلمين سمعتش إيه يجي ينظف ويعملوا حاجة يتكلم كده قال هم عندنا منطقتين بس تقول طب الجنوب قال لي كله آمن طب الشرق كله آمن طب الغرب كله آمن طب إحنا موقفين التنمية ليه في جنوب السودان شفت بقى شفت هنا في مانح تقليدي من منطقة معينة بيديك تأكل إن شاء الله الناس تكون عندها تخمة من الأكل وأنا في مانح يرى إن مش هيدفع فلوس في التنمية والناس تحتاج إلى تنمية هنا بقى أنت تيجي تقول إيه أنا أخذ الفقهاء والمشايخ والجماعة اللي بيطلعوا تحطيح دول في التلفزيونات وقاعدين باللايكس والهاشتاج والآت والحاجات دي كلها بيجمعوا إيه بيجمعوا شهر قل له تعالى أنت هو أقعد أنا عايز فتوى تقول لي ان انا اخذ من مال الاغاثه ايام الصراعات المسلحه على الاقل 20% ابني بيها المجتمع الداخلي وجزء من ال 20% ده يكون احتياط استراتيجي اجتهد اجتهد قاعد عامل لي شك على ايه عامل لي فقير على ايه كنت انا وعثمان قاعدين في مؤتمر الايتام انا غلطت وقلت ان انا فقيه مجتمعي فاكر عثمان الجلسه دي كان في تحتوح تلفزيوني كبير انا ما تكلمش عن فقيه ده مش فقيه قلت له يا سيدي من فقه العلم اصبح فقيها سواء كان في الطب السياسه في الزراعه في المياه في تربيه الحيوانات في تربيه الحمير اصبح فقيه حمير فانا فقيه في المجتمع لا الفقه فقط للعلوم الشرعيه انا كنت هقول له وشك في الحيط وقفاك ليه فلابد نجيب الناس دي اللي مش عارفين الأبعاد في ناس منها مخلصة بس ما بتجتهدش أنا ورهم دكتور أيوة دكتور المشكلة اللي أكبر من هاي اللي هي يعني إحنا مثلا بيجينا جرانتس من مؤسسات كبيرة هذه المؤسسات لما تعطيك المليون واثنين مليون بتعرف عندها سيستم وعندها كذا وبدها إياك تصرفه في هذا الوقت وتحاسب في بتعرف شغل المؤسسات الدولية المختلفة كيف ستقنع هؤلاء طيب. لأنه تعرف هو المشكلة الكبرى مع هدول مش مع المجتمع الكوميونيتي نعم طيب. صح يا شباب مش هذا مزبوط الكلام إضافة على ذلك أستاذ عثمان الموضوع أنه استأجروا سيارة بأجار السيارة لمدة سنتين نشتري 10 سيارات بيكونوا لسير الريليف أو للمؤسسة أو للمجتمع فيما بعد ليقوموا بتطوير وتقديم الخدمات للشعب لكن ما بوافقوا بوافقوا بنستأجر سيارة عرفت فهذا كيف هذا الموضوع هذا كونسبت الاي ان جي اوز والانستتيوشن بالنسبة للاي ان جي او عندهم ثقافة معينة انا ممكن لو انا مؤسسة محترمة ومعتبرة اقول انا مصيف الادارية مش 5% 8% وحاقب منها 1 أو 2% عشان بيها كذا وكذا 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 او اصرفها زي ما انا عايز انا مصيف ادارية الأمر الثاني إن أنا لما أجمع من مالي أتحكم فيه كما شئت أنا عندي مالي أنا كمان يا أخي عثمان إذا كنت أنا مش قادر أفرض هذه الرؤية على هذه المؤسسات أنا أخد في مالي وأعمله كما أنت بسوي بايلوت كيسز في أماكن مختلفة
من المال بتاعنا. أي نعم. تجربة التغيير بتحتاج يعني تجربة بسيطة في معمل. أنت عايز تعمل فاكسين يعني إيه؟ فاكسين اللي هو بيسموه لقاح. بتعمل فين؟ بتعمل في أنبوبة عند كده. الأخ ده اسمه إيه اللي قاعد جنب أبو شنب وده ده الحلو ده. يا مش رب. أنت يا رب. أنا يا أنا. رب. أنا. لا مش أنت، أنت خلاص أنت يقف عليك الزمن. يا رب يا رب. أنا قاعد في معمل يمكن 5 متر في 5 متر صح؟ ومسك أنبوبة زي القلم ده. يمكن تاخدها 3 مللي. واقعد بشتغل على الأنبوبة دي عشان تخرج من الأنبوبة دي مصل ولقاح يعالج مئات الملايين. لكن لازم تخرج من الأنبوبة. يبقى أنا تجربتي يا أخ عثمان إن في مالي أنا الخاص أعمل منه تجربة. متبرعيني اللي بيقولي أبني بينهم العلاقة دي يا إخواننا أنا عايز أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وطالما هم واثقين فيا واخد بالك هيقولك طب خلاص توكل على الله أدي المبلغ ده أعمل باللي أنت عايزه. زي ما أنت حضرت معانا مرة من سنتين مع ستيفن باب لما كان جايب عمل عشاء وكان جايب متبرع. متبرع لا فقط يا شباب، كان جايب إيه؟ قال أنا حق هوقف كل مالي مؤسسة ستيفن باب دي علشان يدعموا المؤسسات اللي هي دخلها أقل من 100,000 جنيه. واخد بالك؟ فأقنع فاستشير ستيفن باب أقنع الرجل ده فبدأوا يتبرعوا لأنهم يبنوا قدرات المؤسسات. فأنت بالتالي لو أنت عندك بعض المؤسسات الدولية الكبيرة مش قادر أنت تتعامل معها، حاول ترفع سقف المصاريف الإدارية بتاعتك، وجزء من السقف ده أنك تحط في البرنامج بتاعك على الأقل بناء المجتمع المحلي، ميزانية للتدريب، أو حتى في تدريب موظفينك أنت يا أخ عثمان. وانت بتدرب موظفينك تجيب مجموعة من الحكومة المحلية، مجموعة من الاهالي. مش مهم انك تتكتب بقى، ما انت اصلا انت انا دربت 50 واحد خلاص، منهم 5 أو 10 من الحكومات المحلية ومن الايه ومن الاهالي. لكن مالك يقول لك من ايه من فما ظلم من ايه من مش عارف من حكم في مالك. وما المتبرعين اللي هم بيثق فيك ثقة عمياء هم دول اللي هيبدأوا التغيير. هيبدأوا بالأنبوبة بتاعت المصر بتاعت الكورونا اللي بعد كده هو هتبقى لقاح على مستوى العالم يبقى يعالج عشرات الملايين. نعم فضل. طيب هل من هل من هل من أفضل ممارسات لموضوع الأدفوكسي المناصرة، هل هي مسؤولية بس التوب مانجمنت ولا هي مسؤولية كل الموظف؟ السؤال من الأول، سؤال من مسؤولية المناصرة الأدفوكسي، هل هي مسؤولية الإدارة العليا ويوكي فقط ولا هي مسؤولية أي موظف يعمل في المؤسسة؟ وكيف فينا نستغل الأدفوكسي لنحول من الإمرجنسي لموضوع من الطوارئ لموضوع التنموي واللي هو هلأ أفضل شيء ممكن يشتغل عليه؟ الادفوكاسي رؤية واستراتيجية وهيكلة وأشخاص. يعني المسؤول الادفوكاسي عشان ينجح يا أخ يعرب لابد يكون رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة والمدير العام مؤمنين بالإيه بالادفوكاسي. خلاص لابد الإيمان يجي من فوق. أنت لما هم لما مثلا أنا أديك لما في داعي ندي أمثلة عشان ححرك بعض المؤسسات، هما مش مؤمنين مش هيحولوا الرؤية الاستراتيجية. يعني لو قلنا اقنعنا المجلس الاعلى بتاعنا ده في الجمعية بمعنى الادفوكس يعني لا يحد على طعام مسكين، يحد ادفوكس يحد معناه يشيل حاجة بتاعت الناس صح ولا غلط. ادفوكسي يعني بقول لك بيوصل المعلومة للناس عشان يرفع الوعي الاجتماعي بتاعه. يبقى من واحد هي ايه الرؤية دي. فالرؤية دي لما بتنزل من المجلس الادارة العليا للسي اي او اللي هو المدير التنفيذي بيحولها لاستراتيجيه. الاستراتيجيه بيكون داخلها اهداف مشاريع وتكلفه من المستف من اللي هو مش المستفيد، ما بحبش اقول كلمه المستفيد دي، من المحتاجين الى الموظفين. انا هقول لك حاجه، الرسول صلى الله عليه وسلم الرساله بتاعته هي التوحيد صح. الشيء الوحيد اللي هو أرسل به الناس علشان
التوحيد اللي هو إقامة العدل في المجتمعات. ده الأدفوكسي بتاعه. خلوا بيننا وبين الناس. كل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سافروا في كل حتة كانوا بيقعدوا مع الناس. الحروب كانت بتحصل لأن كان الحكومات الجائحة الفاسدة كانت بتمنع خير الدعوة الإسلامية من الناس للشعوب. على عكس ما يقال الآن. على عكس ما يقال. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عايز إيه؟ هداية الناس. فخلوا بيني وبين الناس. ده الأدفوكسي. فأنت مجرد ما تقنع رئاسة المجلس بتاعتك بتتحول لاستراتيجية أو سي او والمجلس التنفيذي بيحولها لاستراتيجية توافق عليها الإدارة العليا فبتنزل تطبق من رئاسة المؤسسة إلى العامل والسكرتير والمنظف والطباخ في المكاتب الميدانية. حتى قيم المؤسسة يا أخ يعرف قيم المؤسسة لابد يؤمن بها كل واحد في المؤسسة إن أنت آمنت بها. إن أنت آمنت بها كرئيس مجلس إدارة. لما تيجي مثلا تقعد في جلسة مثلا تقول لهم والله إيه قيم سيريالي؟ The five values of سيريالي. لا ناس مش عارفة. يبقى مصيبة سودة. يبقى أنت بتغني على جماعة تورشي. ما بياكلوش تورشي لكنهم تورشي. التورشي اللي هو المخلي في مصر. أنا كنا بنشرب في مرة مية التورشي. عشان تفتح نفسنا وبعدين نخش الحمام بعد كده نقعد فيه سنتين. ما هي ترشي بالتركي برضه يا دكتور. ممكن بالنسبة لموضوع التنمية اللي كنا هلا عم نحكي عليه انه خلي محمد تمام هذا تكملة ولا سؤال جديد عشان لا بس على نفس التعريف ممكن هيك تاريخ التنمية أنه حكينا أنه يكون مثلا جزء من الفاند يستخدم ينقام مشان هيك مشاريع. ممكن نحن مثلا نحط مشاريع هي بالأساس هيك مثلا أنه نحن نساوي مشروع تصميم لمشروع ونفرض لخلينا نقول ورشة خياطة. نحن هاي الورشة هي بتساوي جنريتينج فاند للناس بتصير فيها ديمومة وبتبني قدرة والفاند بيضل ماشي وعب يستفيد منه الناس وممكن من مردودة نحن نحوله لدعم تاني مثلا لبناء قدرات تانية. فهيك مشاريع تكون ممكن مقبولة خرجة مول وبنفس الوقت انه هي عبتعطي ديمومة للمستفيد ذات نفسه اللي عب يشتغل. شغلة تانية عبتعطي مردود لممكن لمشاريع تنموية تانية مشاريع الوقف مثلا. وطبعا اللي انت قلته بالنسبة للمشاريع الصغيرة الخياطة والحاجات دي كلها اهم من المشاريع دي اخ او 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 بالاضافة الى هذه المشاريع اخ محمد ولا يعرب محمد سأل محمد بالإضافة المشاريع دي في مشروعين أنا هم دول اللي ما بينايمونيش الليل. الأول اللي هو إن الأسرة في البيت تنتج أي منتج. يا تنتج مش عارف مرمية أو تنتج مش عارف خبزة أو تنتج بسبوسة أو تنتج أي حاجة. عشان ما تبقاش هي عايشة على الاستجداء فقد يكون أول شيء بتدوله هو اللي هو رأس مال المنتج ده. نمرة واحد. نمرة اتنين الاهتمام من الجمعيات بإنشاء ما نسميه الأسواق الشعبية اللي انتوا عندكم في تركيا اسمها البازارات. البازارات بتعملها الحكومة. صح؟ البازار ده فكرته ايه؟ ده احنا ما عندنا مثلا في بريطانيا هنا ان الأسر الضعيفة الفقيرة التي ليس عندها دخل تؤجر محل أو تؤجر كشك عندها القدرة أنها تؤجر طاولة أو تؤجر يا سبعي. نبدأ إزاي يا أخ محمد في الأسواق الشعبية دي؟ ناخد حتة أرض قول مثلا إن سيري ريف هتاخد حتة أرض مثلا 10 دونما أو 20 دونما إلى آخر. الأرض دي هتقسمها مربعات كل مربع 2 متر في 2 متر أو 3 متر في 3 متر. إيجار القطعة دي كل يوم بالنسبة للأسر الفقيرة المعدمة لو كان في طاولة بكذا في اليوم لو كان بدون طاولة بكذا في اليوم. أنت ما عليك أنك هتحط اللي هو عريشة كده يعني سقف عشان المطر إلى آخره وبعض الناس اللي هيحصله وبعض الناس اللي هو هيحموا السوق الشعب ده وكل الناس اللي بيجوا هناك يعرضوا منتجاتهم. لأن شوف يا أخ محمد وشوف يا أخ يعرب وشوف يا أخ يزجي والجوارية وكل الناس بكل
الاقتصاد هو إنتاج الفرد. الاقتصاد هو إنتاج الفرد. إنتاج الفرد هو انتماء مجتمعي للفرد، للمواطن بتاع، للوطن بتاعه. الانتماء بيجي نتيجة للحب والإيمان، ونتيجة إن الإنسان عايز يحفظ كرامته. مش معنى بناء الاقتصاد بناء على الكرامة، على حفظ الكرامة. أنا مش عايز استجدي منك، أنا بحفظ كرامتي، فبأنتج السلعة اللي أنا ممكن أبيعها في السوق، فأطعم أولادي وأسقيهم وأكسيهم. شوف مثل الاقتصاد إزاي. الاقتصاد عمره ما كان بنك دولي ولا صندوق نقد دولي. السلف تلف، كان عندنا مثلا كده في مصر، السلف تلف والرد خسارة. السلف تلف، كان عندنا مثلا تاني بيقول لك إيه، عود بع أرضه يا أولاد، شوفوا طوله وعرضه يا أولاد، يا أولاد غنوله يا أولاد على عرضه طوله. كان المصريين زمان يجرموا ويحقروا ويسفيهم من يبيع أرضه. أرضه يعني زراعة، الاقتصاد زراعة، الاقتصاد زراعة. إذا نظرت أنت في العالم العربي، أكبر أربع دول منتجة للمواد الزراعية والحيوانية هم أربعة، أربعة يا ثلاثة، مصر، العراق، السودان، وسوريا جنبهم، عشان عندك دجلة والفرات وعندك نهر النيل. أصبحت الأربع دول دلوقتي بالسياسات اللي ارتكبت أو اللي حطت فيها تكون دول مستهلكة ليست دول منتجة. زمان في الأربعينات والخمسينات في مصر كان في حاجة اسمها الذهب الأبيض. تعرف الذهب الأبيض هو يا أخي محمد؟ اللي هو القطن المصري، اللي كان دول عظمى كبيرة تأتي للملك تقول له قلل زراعة القطن، قلل زراعة القطن. كان اقتصاد الدولة مبني على الزراعة. كل الصناعات في العالم مبنية على الزراعة، إلا المخ الخسيس الفاسد الذي يدمر الأراضي الزراعية. ولما نرجع مرة أخرى لسؤالك يا أخ محمد، نجد في إيه؟ نجد في إن أهم شيء إن الإنسان ينتج شيء ويكون آمن على بيع هذا الشيء في سوق شعبي بتكلفة بسيطة، وأنا كجمعية أحاول أن أهله. كل المشاريع أنت قلتها مشاريع مظبوطة، لكن أنا حلمي، حلمي زي ما عثمان يقولك عندهم السوق المفتوح ده موجود في مانشستر، والسوق المفتوح ده موجود عندنا في برمنغهام، موجود في لندن، إن البلدية عاملاه بتأجر الطاولة باليوم علشان محدود الدخل وقليل الدخل. فضل يا أخو عثمان. شكرا. طيب خلينا نمشي شوي نسمع من اللي ما سمعناش منهم. خلينا نأخذ ديبارتمنت ديبارتمنت يا جماعة. جماعة البروغرامز ما سمعناش حدا منهم، وشفت محمود بعلق. محمود، شياح، شاهين، ياسر، الشباب، مين بده يبدأ فيكم؟ تفضل. تقدر أسأل السؤال دكتور عثمان؟ خالد معك. أيوة خالد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. خالد من قسم البرنامج الحماية. دكتور هاني، بنفس السياق يعني السؤال سأل الأستاذ حمدي وسأل محمد، إذا بدنا نفكر يعني بموضوع دور المنظمات مثلا بالوضع الحالي بسوريا، إذا مثلا الاستقرار استمر لفترة أطول إن شاء الله مثلا بشمال غرب سوريا، هل نحسن نسمع مثال عن مشروع بهدف لا خلينا نقول بناء السلام بين الناس لنسحت مثلا من محافظات أخرى واستقرت بمحافظة معينة وصلها مثلا اليوم 4 أو 5 سنوات بهي المنطقة، فيمكن يعني ما بقى نسميه النازحين، صاروا تقريبا من أهل المنطقة. ففي شيء سياق مشابه صار بخبرتكم تجربتكم بدول أخرى، وإذا بتعطينا مثال يعني عن مشروع صغير قابل للتطبيق كان طبق يعني بغير دول وقابل حتى نطبقه مثلا بمناطق عملنا بسوريا. طيب جزاكم الله خير. أهم مشروع يا أخ خالد هو المشروع اللي الناس تكون عايزة تعمله. قد أتيك مشروع نجح في منطقة معينة، بس ثقافة المنطقة دي تختلف عن ثقافة المنطقة. أنا زي ما قلت من قليل يعني إن أبسط المشروع يعني أنت عايز تبني سلام، سلام بيكلف خلاص، لكن ممكن نبنيه حبة حبة
وبتكلفة أقل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا دلوقتي لو إحنا في المنطقة اللي أنت تكلمت عنها دي في شبه استقرار، خبرك نبدأ بمشاريع صغيرة، نبدأ بأسواق شعبية كثيرة في أماكن مختلفة، نبدأ بمشاريع مواصلات، مواصلات ما بين الأسواق وما بين القرى إلى آخره، علشان تروح القرى تأخذ المواد الغذائية وترجع من القرى بأشياء من أسواق ليها تانية. فشوف أنت عندك ثلاث حاجات، عندك المشاريع الصغيرة، بالك عندك أنك ما تعتمدش على دول عظمى تنفق عليك عشان بناء السمنة الناح هتفسدك. تعرف هتفسدك ليه أخ خالد؟ لأن في هذا الوقت ما فيش حكومة قوية، ما فيش ناس مؤهلين، ما فيش كوادر. فلما تجيلك أموال مليارية في عدم وجود حكومة قوية وكوادر وسياسات وقوانين، المال هيروح فين يا خالد؟ احنا دائما بنجري ورا المانح الملياري، نقول له هات. انا ضد ده على جثتي. انا اقول يا اخوانا اللي عايز يجي يبدا من الصفر. ايه المشكله؟ انا عشت 9 سنين في النزوح، اعمل لهم كرفانات تستمر 5 سنين. مش حابب انا البيوت دلوقتي لانها تخش في المنارات، تخش في الفساد الكبير، فساد كبير. انا لو ان انا استطعت ان انا محطهم في كرفانات للمده البسيطه دي كلها، انهم يتحولوا من مستجدين الى منتجين، سواء كان في الزراعه او الاعمال الحرفيه والمهنيه او التسويق الى اخره، هم نفسهم هيبني القدرات بتاعت قدرات التعليم. انا في التعليم حتى هكون بارد الدم. بارد معنى ايه؟ معنى ان في جيل ضاع مننا في التعليم، صح؟ انا هعلمه تعليم حرفي، خلاص قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. مش حابك وحاسم التعليم لكذا محفظه تعليميه. التعليم الحالي اللي احنا بنعمله اللي هو 15 سنه وكذا عشان تخش جامعه، ما هينفعش في منطقه الحروب. لان انت عايز يعني كنت بقى اتفرج على فيديو فيلم لطفل مش عارف يقرا كلمه الله، اعتقد ان شفت كلكم الفيلم ده دقيقه او دقيقتين. بيقول البنت كانت بتقول اه والله الشكل ده انا شفته في الجامع. تخيل بقى من ابناء اكتر شعب مثقف في بطون ومتون واخراجات اللغه العربيه وكناتها، ان البنت اللي عندها 19 سنين مش عارفه تقرا كلمه الله. مش حاجه للبنت، مش حاجه للاب، مش حاجه لحد. انا هاخدها اعلمها تعليم اخر يختلف عن التعليم اللي هو 10 سنين و15 سنه، عشان اخرج من الكبوه بتاعت بناء المجتمع او السلام اللي انت بتتكلم عنه بطريقه بسيطه. نتعلم من تجربه رواندا، نتعلم من تجربه اللي اسمها ايه يا ربي، اللي هي الكونغو، انغولا، نتعلم من تجربه جنوب افريقيا، وناخد من هذه التجارب، ناخد من التجارب ما ينفع ثقافتنا. ليس كل ما يلبس في الغرب يلبسه الشرق، وما يؤكل في الغرب يأكله الشرق، وما يقال في الغرب يقوله الشرق. خدت بالك؟ لكن في أشياء يعني مثلا عنديك مثلا على الإبداع، وانا بتكلم ده الكلام ده احنا عملناه السنة اللي فاتت مع شاب جاي من العراق من الموسم. الموسم طبعا انت عارفين دمرت، ملاش دعوة لا بإرهاب ولا حاجة، هي بيدمر تاريخ الموسم كله، ونجحوا حتى قبر سيدنا يونس عليه السلام دمر ونبش إلى آخره. فلكثرة وجود الركام ده حبوا الناس يشيلوا الركام من الشوارع والحواري إلى آخره. فطبعا لما راحوا المؤسسات الدولية قالوا دي حاجات بتتكلف مئات الآلاف من الدولارات. جه شاب موصلي لقى ان اغلب شوارع بتاع تونس، مش تونس، الموصل القديمه شوارع ضيقه، عرضها متر، عرضها 2 متر، عرضها 3 متر، حاجه زي كده. فكان في هناك حاجه اسمها الدمبر، ما عرفش تعرف كلمه دمبر في سوريا يا شباب؟ ما تعرفوش دنابر معروف عرباي. ها؟ مثل العرباي اللي بيجي راح يوان. ايوه العرباي الصغيره دي اللي هي ممكن تخش في الحاره، اللي دلوقتي بنسميها توك توك. فعمل العربيات دي كلها وأجرها مع
من بعض الناس بس كان عليها ايه عزمت ايه موتوسيكل يعني تخش في الحواري ودى مش عارف كل يوم دولار او اتنين لاصحاب الايه العربيات دول اللي هو الدنابر فنظف 10 احياء بتكلفة اقل من 30,000 دولار تخيل بقى كان العشر احياء دول كان هيكلفوا 300,000 دولار وزيادة فالحل المجتمعي هو حل محلي وبأبسط الإمكانيات لكنه كل المواد المنتجة من داخل المجتمع المحلي. السلام مش حابيني عشان احنا وقفنا أطلاق النار لا حابيني عشان في عدل وفي حرية وفي تواصل بين الناس الناس أصبحت تكون بتؤمن إنها جزء من المجتمع وجزء من بناء السلام اللي انت عايز تعمله يا خالد كيف تخلي الناس تثق في إنها تنتمي لهذا الوطن أو لهذا المجتمع أو هذا المكان فدي بناء السلام تركيبة معقدة أكثرها تكلفة هي اللي أنا بتكلم على الكسب أو ده الكسب العيش ده لو احنا وفرناه من طريق الأشياء البسيطة أنا أستطيع أن نبني أول قاعدة أو أول درجة في بناء تأسيس السلام المجتمعي تمام طيب السلام عليكم اسئله اخرى يا شباب مين انت عندنا قطين محمد مين انت موجود انت محمد شاهين حي ترزق الحمد لله رب العالمين تفضل اسال يعني اسال خذ راحتك يعطيك العافيه استاذ حسن استاذ هاني عندي فقط نقطتين انا محمد شاهين من القطاع الطبي نحن بنعرف بأي مكان فيه أزمة القطاع الطبي هو يعني بيحتاج لدعم هائل من الموارد سواء كانت بشرية سواء كانت مادية لحتى تشغله نحن حاليا بعد أكثر من 9 سنين بسوريا المشاريع الطبية هي حاليا تعمل على الدعم يعني مجرد ما الداعم وقف أي دعم عن المشروع هذا المشروع ممكن كحد أدنى يمتد لشهر شهرين ولو أنت عندك البنية التحتية له بس ولكن ككوادر بشرية رأيتك ونصيحتك بهيك أمور للمستقبل أو كيف نحن بنقدر أنه نبني شيء صح ما يتأثر بأي شيء إذا غاب سواء نحكي عدم مادي أو أي شيء تاني هاي النقطة الأولى النقطة في نقطة تانية ممكن أطرحها هلا ولا بعد الجواب عن النقطة الأولى تفضل النقطة الأولى أنه نحن بعد 9 سنين بشكل عام سواء الخدمات الطبية أو الخدمات الغير طبية حاليا هي كلها مجانية أصبحت وهذا الشيء أنا مرة قعدت مع أحد الأشخاص القائمين على أحد المنظمات الدولية وهو كان مقتنع أنه ما لازم تكون الخدمة مجانية لأني أنت أعطيت يعني صولمت الموضوع على مبدأ الصومال وأعطيت يعني أنه الناس خلي عادي أنه هي خلاص تستنى كل شيء مجاني هي يعني الجزء الأول من النقطة إنه نحن إذا استمرت الخدمة المجانية هي هل راح يكون إلا أثر سلبي ولا ممكن إنه تتغير لاحقا النقطة الثانية إنه أنت معظم موظفينك أصبحوا يعني ناس معتادين على الدخل اللي بيجيهم من هذا المشروع تماما فهو شخص صار جل تفكيره إنه أنا هذا المشروع هذا يعني أبقى في هذا المشروع ما عنده أي صار تصور ثاني إنه يعمل شيء خاص إله اللي يبني فيه اكتفاءه الذاتي فهذا الشيء مرتبط بالجزء الأول كمان يعني رأيك فيه يعطيك العافية الحمد لله طبعاً المشاريع الطبية من أصعب المشاريع اللي بتنفذ في أي مكان في العالم سواء كان في مكان في دول مستقرة أو في مناطق الصراعات ومناطق النكبات والأشياء دي كلها المجانية طبعاً غلط الأساس يعني حتى أن أنت أنا ما زلت أرى أحد الأطباء المصريين لو أنا راجل بسيط جدا ما زال بياخد 10 جنيه كشف المريض كانت زمان 50 قرش 10 جنيه دلوقتي ما تسويش دولار حتى فلما سألوه قالوا أنا بقدم خدمة وأنا عايز سعيد جدا 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 ومش عايز أخذ 50 جنيه ومية جنيه وألف فلابدك تعود المحتاج على أنه يدفع شيء
لكن الامر ده مش هيتعمل بمعزل عن الجامعات الاخرى. لابد كل هذه الجامعات تتفق على سياسه معينه. والسياسه دي انه على الاقل انت المانح بيديك حق التاسيس بتاع اللي هو ايه اللي بيديك اموال التاسيس بالك للعياده او للمستشفى او الاخر. لكن في كتير جدا من المانحين ما بيدوكش فلوس التسيير، فاللي هيديك فلوس التسيير هو المريض نفسه. فلا بد ان احنا في داخل من هذه الاشياء نحط اللي هو ميزانيه للتذاكر تحاليل والحاجات دي كلها. بالاضافه لكده يمكن انا المؤسسه اللي انا كنت اتكلمت معاها سوريه، يعني ما اعرفش هل في مؤسسه زي هذا، مؤسسه عطاء عندكم، عندهم كذا عماره عملوها، فدي اوقاف استفادوا هم من فتره جمع الاموال بالكميات الكبيره دي كلها وعملوا اوقاف ليهم. دي ممكن تثبته في الاخفاء. ففي اي مؤسسه يا اخ محمد، انت ولا محمد؟ نعم محمد. ايوه محمد تفضل. لو بدي كنت بكلم مع المتطوعين في بلد تانية امبارح في اسبانيا، من اول يوم تعمل وقف فند، اول يوم تاخد لك 1% 2%. انا مثلا هديك سؤال، كم جمعت السير ريليف في ال 9 8 سنوات اللي فاتوا يا عثمان؟ تقريبا يعني اتصور سير تشاريتي او اكثر من 100 مليون مثلا. طيب تخيل سير ريليف يا استاذ عثمان شد جمعت بالك 9 سنين الماضي. يعني انت وصلت مبالغ كبيره بالملايين، فهذا السؤال اللي بيساله الدكتور. نعم، فتخيل بقى كم في سياسه سير ريليف من اول يوم، ان انا هاخد 1 او 2 او 3% الوقف. كان زمان خدت من ال 100 مليون دول 3 مليون. بتقول لي المانح انا ما عايز اعمل كده عشان انا مش عايز اجي لك بعد كده اخد منك فلوس. فدي السياسه دي دي دي, دي الرؤيه الخاطئه للسياسه المستقبليه لاستقرار المؤسسات. انا بقول لكم من دلوقتي يا شباب، سواء كان في عمل طبي او عمل زراعي او اي عمل تعليمي ثقافي تربوي، لابد يكون له وقف. لابد يكون له وقف. دي نمره واحد. المجانيه لابد احنا نخرجها بقى، لان اصبح دلوقتي الفقراء والمساكين اللي لو كان طبعا محتاج يبقى مجاني، لكن مش كلهم ما قدروش يدفعوا كم ليره في اليوم للدخل، خاصه ان في بيجي لهم منح من الامم المتحده او كفالات او الى اخره. اما بالنسبه للموظفين، في الموظفين كذا نوع، في نوع مش هيتغير وهيفضل زي ما هو، ومهما اديت له تدريب وكذا الى اخره مش هيتغير، وفي نوع عايز يتغير بالك، وفي نوع رجله قدام ورجله ورا. اما ننزل اللي مش عايزين نتغير دول عشان نتغيروا، نعمل لهم ايه؟ نقول لهم شوفوا مش هترتقوا الا لما يكون في اداء جيد في دورات وفي كذا، والا نديهم العقود اللي هي عقود مثلا 6 أشهر سنه سنتين الى اخره. فلما هو يحس ان هو لو ما نماش نفسه وطور نفسه وحسن ادائه، المؤسسه هتستغنى عنه. ده الامر اللي احنا بنتكلم فيه، وامر مهم جدا. في الغرب موجوده الحاجات دي كلها. الامم المتحده دلوقتي خرجت من توظيف الموظفين مدى الحياه اللي كان قبل كوفي عنان، كوفي عنان بدا يعمل الثوره بتاعته، الى ان دلوقتي اصبحوا ينفذوا ايه؟ ياخدوا الموظف بالايه؟ بالعقل. ليه؟ لان كميات التامين الصحي والاجتماعي على الموظفين المتحده بمليارات كل سنه. فبالتالي انت عايز تعمل ايه؟ انت لازم تقول للموظف دي الجزره ودي العصايه. ادي الجزره وادي العصايه. انا بقول لك خد الجزره عشان ما استعملش العصايه. والعصايه في الاداء. الاشياء اللي بتجيلي عن بعض الجمعيات السوريه في الداخل انها اصبحت جمعيات او ايه؟ توظيف فيها اسري او شللي او قهوي الى اخره. وده ليه؟ لانهم ايه؟ ما عندهمش انفتاح، المجتمع لسه منغلق. لدرجه ان في شاب من الشباب، ما اعرفش انت سمعت عنه ولا لا، كان معايا على مش هذكر اسم الجمعيه بتاعته، على الفيسبوك عندي، وكنت دايما بتكلم معاه كل يوم. هو كان احد الناس اللي بيساعدني في تحضير المحاضرات. لما دخل لان المؤسسه فاسده من جوه،
مش المجتمع اللي فاسد، الموظفين نفسهم. فلما بدأ ينظف ويعمل، تعرفوا هددوا ازاي يا شباب؟ في يوم من الأيام أطلقوا على العربة بتاعته نار رصاص يعني، عشان يخوفوه ويوقف العمل، لأن أصبح الفساد نظام. وانت جاينا يا يعرب ولا يا محمد ولا يا خالد ولا يا إزجي تقولنا مش عارف ايه، لا. ولو كانت الرصاصة دي مصوبة ناحيته كان زمانه مات، هو شاب صغير كان في حالة رعب شديدة جدا. فاحنا بنمثل حاجة زي كده، هو لو انت تركت موظف ولم تؤهله انت المجرم، مش الموظف المجرم. المجرم مين؟ يعني في موظفين في بعض الجمعيات بقالهم 20 و30 سنة يعملوا نفس الوظيفة، خلاص تكلس تحجر خلاص مش هتعمل حاجة. هل انت في الاخر والله احنا مش عايزين الموظفين دول؟ طب مين اللي خلاهم يقعدوا 20 سنة و30 سنة ما يتأهلوش؟ في كتير جدا من الجمعيات، من جمعياتنا احنا، اروح المكتب اقول لهم مين دول اللي قاعدين دول؟ فتقوم تقعد مع الموظف بينك وبينه كده يقول لك انا ولا واحد بيجي يسال عليا. لو انتوا بتتفرجوا على على الافلام المصريه القديمه، ولما اكل مكان اللي فيها الارشيف ونجيب الريحاني والجماعه دول كلهم قاعدين كده ما حدش شايفهم، ظبط حياته على 10 جنيه ولا 20 جنيه اللي كان بياخدها زمان من 70 سنه وعاش بيهم وخلاص. فانت بالتالي اللي هو الموظف اللي ما يتأهلش وما يتحطش قدامه تحدي انه يقرا ويجي يقول افكار، يبقى ده مش خطأ الموظف، ده خطأ المدير بتاع الموظف. تمام. طيب شباب ديبارتمنتس الاخرى، في حدا في البروجرامز قبل ما نروح عند محمد ابو فوزي فاينانس، حدا بالبروجرامز ضل بده يسال عشان ما عندناش وقت كثير يا شباب؟ ما فيش بروجرامز. شياح عندك يبدو معلومات مستكفي انت وياسر اليوم. ايوه. وين السلام عليكم. سلام، اسال. الله يعطيكم الف عافيه لهذا الاجتماع المثمر والجميل. السؤال اللي عندي صراحه، انا محمود مدير التعليم بسيرير ليف، مبسوط انه انا موجود هون. عندي سؤالين او اكثر يمكن من سؤال. السؤال الاول، انت دكتور ضمن خبرتك اللي موجود فيها، إيش هي النصيحة اللي ممكن تعطينا إياها كسيريير ليف بهذا الوقت ككي فور سكسس أنت برأيك؟ السؤال الثاني اللي عندي، نحن حاليا بسيريير ليف وبالمنظمات هي حاليا اللي نحن موجودين فيها بهي المراحل، يعني اليوم مثلا سوريا ما بقى هي الهاشتاج الأول بالنيوز بيبرز، ما هي بالمقالات، فصار حاليا متدنية، خاصة أنه في عنا يمن وفي أزمات تانية الله يا رب هيك يوفون كلياتهم ويصرف عنهم البلاء. فحاليا بهذا الوقت اللي هو فيه لو فند، إيش هو اقتراحاتك اللي ممكن تعطينا؟ يعني ممكن تعطينا ثلاث نصائح أساسيات لحتى نحن نكمل بموضوع الفند ونجابه هاي المشكلة. والشغلة الثالثة هي متعلقة بحشد الناس. هاي بنعرف أنه موضوع حشد الناس هو موضوع أكثر متدخل بموضوع القيادة، فإيش هي أفضل طريقة لحشد الناس؟ طبعاً نحن نعرف حشد الناس بيكون إما للشيء السيء أو الإيجابي، طبعاً أقصد للشيء الإيجابي، واللي بيكون الهدف منه هو استمرارية المنظمة وقوتها. دكتور هاني معلش نأخذ كمان كم سؤال. تفضلوا شباب. محمد فوزي شفتك تتكلم يا محمد. نعم. أول شيء يعطيك تعرفي السيد هاني، فرصة سعيدة أنه التقينا بحضرتك، والشكر موصول لعثمان لأنه أتاح الفرصة أن نلتقي فيك ونحكي معك. أنا بدي أعرج على موضوع لما فتحت حضرتك النقطة المالية وبالنسبة لمصاريف الأدمن، وأنه نحن لما يكون في عنا مشروع من institutional donor أنه نطالبه بيكون في عنا أدمن او سبورت كوست اكثر من يعني مشان حتى نحن يكون في عنا شيء عم نصرفه على حالنا كرواتب وكرنين كوست وشيء نسبه معينه عم نستخدمها حيث نشاء. هلا الشيء اللي انا حابب احكي انه نحن حاليا هذا الموضوع كتير مرتاحين مع الانستتيوشنال دونر اكثر من الاسلاميك دونرز، لانه نحن يعني حاليا هلا وسطيا بكل مشروع مع انستتيوشنال دونر
نحن تقريبا عم ناخذ 15% سبورت كوست، بين 10 و15% سبورت كوست. هي السبورت كوست هي ريستريكتد، عم نغطي فيها رواتبنا والرننج كوست تبع مكتبنا. حتى في بعض الدونرز هلق فوق هذا السبورت كوست، فوق هي النسبه اللي هي بين 10 و15، عم يعطونا نسبه بين 7 و10%. هي بنسميها نايكرا، هي نحن احرار بالتصرف فيها، تمام. بينما عم نلاحظ انه بالنسبه للاسلاميك دونرز شوي عم بيكون في خنق بالموضوع. 7% اسمها ايه؟ بين 7 و10% بنسميها نايكرا، اللي هي indirect cost rate، اختصار ل ICR، او بنسميها ICR indirect cost rate. هي بتسمى عن هي عند USN اسمها ICR، عند OCHA و GIZ لها اسماء تاني، بس ولكن هي يعني عبارة عن نسبة نحن أحرار بالتصرف فيها، تمام. فحاليا مع الانستيتيوشنال دونر نحن مرتاحين، تمام. صح بيصير في نيجوشيشنز ومفاوضات لحتى ننزل نحن السبورت كوست تبعنا، بس ولكن بالنهاية نحن بنكون مرتاحين، عم ناخذ وسطيا بين 10 و15% سبورت كوست وبين 7 و10% ICR. بينما بالنسبة للإسلاميك دونرز عم نلاحظ انه شوي في خنق لهذا الموضوع. يعني نحن مؤخرا عم نعاني من مشكلة انه المشاريع اللي عم ننفذها للإسلاميك دونرز ما عم بتغطي اكثر من 10% من الجهد اللي عم نبذله نحن ومن التكاليف اللي موجودة عندنا، تمام. هي 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 بالنسبة لأول نقطة. النقطة الثانية انه انا حسب ما بشوفه انتم ادرى مني وجماعة البروجرامز ادرى بالموضوع، بس ولكن انا حسب ما بلاحظ انه توجه المنظمات الاسلاميه عم بيكون دائما يعني متوجهين لموضوع الامرجنسي اكثر من 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 المشاريع اللي عم تتوجه لها الانستتيوشنال دونرز، مثل المشاريع الميديكال ايديوكيشن، مشاريع البروتكشن، مشاريع اللايفليهود. حتى لو كان في طبعا انا عم احكي الشيء اللي شفته انا يعني بحكم عملي بسيريا ليف، وانتوا ادرى مني احتمال انا غلطان، تمام. فليش ما بتكون المنظمات الاسلاميه منافسه للانستتيوشنال دونرز بهي القطاعات؟ والسؤال الثالث والاخير، نحن اخر فتره او خلال الازمه السوريه طبعا وعينا وشفنا، وكانت طبعا اول تجربه لنا كسوريين عم نشتغل هون بتركيا بالنسبه للقطاع الانساني، تمام. صار في حكي وشفنا ويعني مقالات وحكي انه بالنسبه لليو ان، اليو ان يعني كان دعمها للنظام السوري أكثر من دعمها للمنظمات اللي عم تشتغل عبر الحدود، ودائما بيتم التلويح بأنه كل سنة ما رح يتجدد القرار اللي بيمرر المساعدات عبر الحدود. نشعر دائما أن الأمم المتحدة عم تحب تشتغل من مناطق النظام وبالانطلاق من دمشق أكثر من هون. هل تعتقد بأنه هذا الموضوع يعني مسيس من الأمم المتحدة أم في دول تانية هي عم تدفع الأمم المتحدة للعمل بهذا الاتجاه؟ شكرا جزيلا. طيب. دكتور هاني اللي تفضل فيه محمد انه احنا تعرف المؤسسات الإسلامية، وانت هذا الكلام يعني كنت دائما بتحاول تأدفوكيت انها تغيره، انه بطلع روحك مشان تاخذ شوية أدمن وشوية كوست. لا، الأدمن لسه، هذا الأدمن مشكلة أكبر، بس حتى السبورت كوست اللي انت بتصرفه حقيقي ما بدهم يدفعوه. فالمؤسسات الإسلامية التعامل معها بشكل عام يعني دائما في معاناة كبيرة في هذا الإطار. تفضل. طيب. عندك مجموعة أسئلة، ولو تحاول دكتور تختصر في الإجابات عشان نأخذ كمان وجبة. تفضل. وجبة تبع، احنا دخلنا على صلاة العشاء. وجبة شباب. طيب بالنسبة للنجاح هو أداء وإيمان مش تعقيد. النجاح إن أنت بتكون مؤمن برسالتك فبتوصلها الناس بأقل التكاليف، مؤمن برسالتك فأنت بتكون قاعد تغنيها وترددها لكل من شاء ومن لم يشاء. النجاح هو شفافية، النجاح هو مصداقية. مش تتكلم مش فلوس. اوعى تقول لي ان في مؤسسة عندها 200-300 مليون دولار في السنة وهي ناجحة. لا ده مش دلالة أن تكون البلد اللي هو بيشتغل موجود فيها بلد غنية. لكن النجاح هو حب الناس وكفاءة العاملين عندك وانتباع العاملين للمؤسسة. ده هيجي ليه؟ لما يكون المدير والمسؤولين الكبار عندهم من الأخلاق والتواضع والحكمة والرحمة وليس الاستعلاء والجور والظلم
واللي هو الشلالية نتكلم عن هذا. فالنجاح أداء، أداء أخلاقي وأداء إيماني وإيمان برسالة وإيمان بمجتمع. النجاح أيضا بيجي لأن لأن الفقراء المساكين بيدعوا للمؤسسة ربنا يجزي يوم الخير. افتكر لما يتيم أو أرملة تقول ربنا يروح ربنا يفتح عليكم يا أولادي، ست كبيرة، ربنا مش هياخد الدعوة دي يطلعها لفوق وينزلها تبرع وراحة ويقين وبروتكشن يعني وحماية المؤسسة، هياخدها ربنا. لأن عارف إن الست دي هي اللي هو اللي عايز يسمع منها الكلمة دي علشان تقول ده يعرب ولا خالد ولا محمد ولا عثمان ولا إزجي ولا 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 أد واجبهم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وحينما أتم مكارم الأخلاق أحبه أعداؤه صلى الله عليه وسلم. ده النجاح. طبعا موضوع الإعلام ده موضوع أنا يعني زي ما تقولي الكبد بينفطر وينفجر ويطرقع، يا ما قلنا الكلام ده عليهم زمان يا أخوانا. خلي بالكم من 2015 لا تعتمدوا على مانح واحد، اعملوا أوقاف، اعملوا مشاريع استراتيجية، اعملوا كذا اعملوا كذا، كانوا بيبصونا بازدراء. أنا أحد الناس اللي نظر لي نظرات ازدرائية، حتى أن بعض الناس في أحد اللقاءات اللي احنا عملناها اتهموني بأن أنا جاي بنفذ أجندة معينة وإيه، وكأن أنا متفق مع الحكومة تتكلم عنها دي وبنفذ أجندته، عشان اتكلمت على كلمة تعايش. لابد نتعايش مع بعض كمجتمع. السوريين دلوقتي صلوا على النبي يا رجال، قولوا صلوا على النبي لما سمعكم. لو رجعوا من الأردن ورجعوا من تركيا ورجعوا من لبنان ورجعوا من مناطق نزوح داخل سوريا وقعدوا مع بعض هكونوا مجتمع، دول هيدبحوا في بعض. 7-8 سنين الغربة دي يا شباب خلت الثقافة والقيم والأخلاق للمجتمعات النازحة واللاجئة تختلف 180 درجة. ما بقوش سوريين زي ما كان زمان زي أبوك وأمك وخالتك وعمتك، لا، أصبح شتات بشري نريد أن نكون منه مجتمع. لنفرض دلوقتي أن كل الدول قالت خلاص حرب وقفت وابنوا السلام ورجعوا الناس، أكثر تحدي حيكون قدامنا هو كيف ستعامل أهل النزوح مع الأهالي المدن والقرى اللي حيخشوا فيها أو العائدين من اللجوء. فلما نتكلم إحنا من 5 سنين أو 6 سنين يا أخوانا، طب أنتوا عملتوا إيه؟ عملتوا احتياطي استراتيجي لسوريا؟ ولا واحد كان في الجلسة دي في قطر قال نعم؟ ده كان 2015، وأنا متحدد دلوقتي ان الموضوع ده سوريا هتغيب الاعلام عنها زي ما انت حضرتك قلت، والدعم هيقل ليها والناس هتزداد معاناتها زي ما حصل في افغانستان وفي البوسنه وفي الصومال وفي اماكن. الحل في دي ايه؟ التنوع والمشاركه والتواصل مع الاخر والاندماج. احنا فينا في نندمج، ما يمكن عثمان يعرف، بنجمع علشان قله او ضيق المال بنجمع بيت الزكاه على منتدى الإنساني. يا أخ عثمان، لأن المنتدى الإنساني ده عنده بيت الزكاة عنده مبنى والمنتدى الإنساني عنده السمعة، فالاتنين هيقعدوا مع بعض فنوفر أجرة الإيجار بتاع كذا وكذا وكذا والموظفين نقللهم، مش حرام خلاص، بالعكس شيء جيد جدا. إن إحنا أراضيين إزاي نندمج وإنت معكش فلوس، أو بإن إحنا بنسميه إيه؟ أقرع ونزهي، يعني واحد أقرع كده وماشي بيعمل بشعره كده براسه كده، براسك دي ما فيهاش حاجه فوق. الملايه يا محمد فوزي، بالنسبه لعقليه الغرب وعقليه الشرق، انا ابشرك بان غالبيه من يعملون في العمل الخيري العربي غالبيتهم خريجي كليات شرعيه، وانا لا اسيء الظن بالشرع واهلي، لكن اسيء الظن باداء من تكلسوا في فهم الشرع ونصوته وطبقوه على العمل المجتمعي دون أن يدروا. أقول لك حاجة، صليت على النبي؟ اللهم صلي على النبي. ثلاثة
كان الشيخ علي في اللي هو البرنامج بتاع الشريعة والحياة كان بيقول الفريضة الوحيدة التي أنشأها الله سبحانه وتعالى كمؤسسة داخل الدين هي الزكاة. تعرفوا ليه يا رجالة؟ قولوا لي ليه؟ ست حركات يا عثمان ليه؟ يلا بقى هنشربين والعيش عدا ومش هنصلي النور. لأن حتى فيها العاملين عليها. صح؟ يعني معناها أن في ناس قاعدة تجمع الزكاة وتصرف الزكاة وتعمل الملفات. يعني بيقول لك أنا بفرض الإلهي إن أنا بقول لك العاملين. يعني أنت مفروض تبني حوالين النص القرآني العاملين عليها مؤسسة. مش تقول أنا مش هدفع زكاة. مش تقول أنا مش هدفع مصاريف إدارية. مش تقول أنا مش هدفع مش عارف إيه وإيه وإيه. أنت فنكوش. أنت فنكوشن فنكوشن فنكوش. ولو طالت اللحية وحمرت واخضرت واصفرت وقصة الجلباب وتنخرنا في الخطب الجمعة والأوعاظ. خدت بالك؟ فاكر يا عثمان لما كنا في مؤتمر الأيتام وكنت أنا بقول كلمتي أنا أعوذ بالله مش كنت أنا إن تكلفة اليتيم لا تقل عن $120 لأن كل يتيم بنديه $30 في الشهر. $120 مش 120 مليون. المؤسسة بتخليها يكفل من مؤسسة واثنين وثلاثة فيبقى 120. ده كان وجهة نظري. وقف نفس الشيخ علي خضر قال لي انت مخطئ يا دكتور. انا طبعا دخلت في هدومي وخرجت. شفت رحت فين ساعتها. قال لي لا هي مش $120. هي قد تكون اكثر من $120 او اقل من $120. بمعنى السيدة مريم عليها السلام وقال لي الكلام ده قدام الناس كلها في مؤتمر الأيتام. ربنا قال في القرآن الكريم وده قرار قرآني إلهي قانون يا فنكيش. قال كفلها زكريا. كفلها كاف فاء هاء لاء لاء كفلها لام هاء ألف بخمسين حركة. معناه أن زكريا سيدنا زكريا عليه السلام جعل يتعامل معها كابنته. هذا معنى كلمة الكفالة. الكفالة مش جزمة. احنا يعني اليتيم مش جوز جزمة يا شباب. مش صندوق. مش جوز شربات. عايز تقول كفالة اليتيم قول انا بصرف على ابني قد ايه عشان اسمي ما اعطيه اليتيم كفالة. لكن انا ما اعطيه اليتيم دلوقتي يا اخ يا اخوة كلكم اخوات هو دعم وليس كفالة. لكننا نخشى أن التنافس يجعل المتبرع يذهب لمن يقدر لمال اليتيم أو كفالة اليتيم أو انفاق اليتيم الشراء $29 وأنا $30 $31. كل ده تعتبر تدليس وتدنيس للفكر المجتمعي القائم على القيم الإسلامية. تعريف الأشياء. فلما نرجع لحكاية اللي هو يقول لك انا مش هديك مصاريف اداريه يقول لي مش عايز فلوس مش عايز فلوس. ده هيحصل امتى يا شباب؟ لما احنا كجمعيات نقعد مع بعض ونعمل لنا منهج. قلتم اشق هدومي مش اقول لك ايه شق هدومي. نعمل لنا منهج. لنا استراتيجيه. نعمل لنا رؤيه. احنا كل واحد فينا بيجري علشان يطبطب على المانح ياخد منه ويعمل والمؤسسات جوه داخلها يقول لك انا ما عنديش فلوس في مرتبات. طب ما انت بتاخد فلوس مشاريع من غير مصاريف اداريه فرحان. ونرجع نسب في ام المؤسسات الدوليه ويقول الله ده ادوا لهم 15% ده 10% دول بياخدوا 50-60%. ايوه لانهم حاسين ان قيمه الانفاق في المجتمع عاليه مش 5% و10%. فالمشكله فين؟ المشكله فينا احنا ان احنا مش قادرين نتحد نكون رؤيه عشان نعمل سياسات استراتيجيات مناهج علشان نقول للمانح لا. يعني المانح ده اللي هو بيجي لك بيقول لك مش هديك الا 1% و 2% الجزمه اللي بيشتريها لابنه ها يمكن ب $200. ابنه عنده 3 4 من التليفونات. نص الاكل اللي بياكلوه في المطاعم زي ما انتم شايفين والافراح والحاجات دي كلها قد يعمل بمليارات الدولار من اهلاك. ندفعك
العقائق والولائم والحاجات دي كلها. الحج اللي بتعمل كل سنة ده وانت اصلا معلش فريت حج حجيت مرة واحدة، ما بتعلموش من سيدنا عبد الله بن المبارك اللي هو لما لقى بنت بتاكل الميتة بيقول لها ايه؟ قالت له ايه سيبني في حالي، سيبني في حالي، ما تقوليش الميتة حرام، انا مش قادرك اطعم اولادي، انا يجوز علي ان اكل الميتة. كل الاستثناءات. فلغى الحجة بتاعته انها كانت حجة نافلة واعطى المال للمرأة ورجع لم يحج في هذا العام. اتباهى ان انا حجيت 50 مرة وثلاثين وعملت عمرة 80 مرة وقعدت في الفندق الفلاني. ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي احنا بنشوفه ده؟ احنا بقى عايزين نعمل ايه يا عثمان وانت عركت او شاهدت معركة الـ MCF ومعركة الـ Humanitarian Forum اللي احنا يعني كلنا بنجاهد فيها بقالنا 12 سنة وماشيين هدوك ايه؟ يعني ايه؟ يعني على مش عارف ايه؟ العقلية العربية ما زالت على هي عقلية النفرة النفير، عقلية إسلامية بشكل عام إسلامية. لا 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 أوعى حذاري برس وضعه. فلولا النفر من كل فرقة منهم ها فرقة. ها نفر يبقى نفر من نفرة خلاص من فرقة نفر آخر يتفقه في الدين. يبقى الأول نفير والآخر نفر يتفقه. كلنا هننفر كنفير لكن جزء مننا لازم يتفقه، لازم يبقى زي عثمان ويبقى خالد والجماعة دول فهموا الشغل لأن دي حرفة جديدة. العمل اللي انت بتقول عنها زي الطب زي الهندسة زي الزراعة زي الاقتصاد زي علوم الفضاء مهنة وحرفة. الناس مش قادرة تفهم ان دي مهنة وحرفة. بيبصوا لعاملين فيها انتوا اصلا انتوا ايه يعني؟ طب ليه بتاخدوا فلوس؟ لو انت كنت تشتغل الشغلانه دي كنت هتاخد فلوس. اذا كان سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان كان بياخدوا من بيت المال يا ابو مال يا ابو مال. لما سيدنا ابو بكر راح قال له دلوني على السوق، راح فين يا سيدنا ابو بكر؟ سيدنا عمر قال له فاقتطع له من بيت المال. إذا كان الخلفاء كانوا بياخذوا فلوس من بيت المال، أنت أتقى من الخلفاء؟ نحن أعلم من الله سبحانه وتعالى حينما قال والعاملين عليها. يجي واحد يقول لك إيه؟ أصل ده ما يتأملش إلا لما يكون في دولة إسلامية هي إيه بتدفع الفلوس. قلت لك أقول إيه بقى؟ أنا دلوقتي إيه اللي هينفجر فيها؟ أصبح كل جسمي متكور، متبعجج، مش عارف إيه في جسمي. الجهل أقرع ولكنه أبطح. فاهمين حاجة؟ لا طول بالك، لو اعرف انه بدك تنزعج هيك ما كنت سالتك السؤال. لا خلاص انا سعيد انا سعيد بقول لك الجهل اقرع وافطح. يعني الجهل بيفطح يعني يجرح. يجرح. يعني القصد المساله يا شباب اللي انه احنا عندنا جهل حتى في هذه الاساسيات. يعني اللي بيجي بيطاطحك بقول لك 100% ادمن فري يعني ما في ادمن وكذا، هذا جاهل حتى في الأساسيات اللي إحنا تعلمناها في سواء في حتى فقهاء قالوا في هذا الكلام. فالناس فقط تريد أن يعني أن تتنطع في غير مكانها في سبيل إنه لا تعطيك ما تحتاجه أنت على الأقل لتنفيذ المشروع المراد. طيب سؤال دكتور عثمان، سؤال هذه النقطة تماما. حمدي دقيقة تفضل. طيب. احنا الان ليه الوقت خلص، احنا معانا وقت يعني فخذوا وقتكم لكن تفضل. ليه نضيع وقتنا مع الناس دول اللي هم يقول لك لا مش دريان هو اصلا، هو اذا كان هو جاهل وانا على الارض بجاهد حتى اوصل الخدمه للناس والخدمه دي ليها تكلفه، ليه اضيع وقتي مع ناس مش فاهمه؟ شوف الدكتور هاني اثار مساله يا حمدي جيد انك تنتبه لها، انه بقول لك احنا كمؤسسات لازم يكون عندنا ثقافه. لانه المشكله يعني انا جلست مع بعض الانستتيوشنز اللي ما بدفعوا للسيريال ليف، فلما سالته قال والله سيريال ليف الادمن كوست تبعها عالي، بينما هو وجد مؤسسات سوريه اخرى مستعده تشتغل معاه ب 0% وتشتغل معاه ب 1%.
عرفت علي كيف؟ فالنقطة اللي أثارها الدكتور أنه أنت محتاج أيضا هذه الثقافة تنتشر بيننا بحيث يكون المؤسسات تمشي في هذا الخط مع بعض، ولا لا يا دكتور؟ نعم نعم نعم، يعني حتى المنفذات المنفذة يا حمدي مش بس المانحة في هذا الإطار. نعم نعم، لكن هي الدكتور هاني بيعرف أنه this is long way to go، أنه هي ثقافة أنت محتاج، في ناس تغيرت فيها خلال الفترة الماضية في بريطانيا أنا بحكي، لكن ما زالت في مؤسسات مع كل أسف يعني طالعة بفكرة هذه اللي دائما الدكتور هاني بسميها الكذبة الكبرى اللي هي 100% هاي، لأنه نعم. حقيقة لا هي واقع ولا هي من ناحية شرعية يعني ضد الشرع ولا يعني كلها عبارة عن جملة من التناقضات وضعت في هذا الإطار للأسف. نعم، وحتى هذول اللي بيقنعوه انه بينفذوا بأقل من 1% بالعكس هم بيعملوا شيء ثاني وبيطلعوا الادمن فيس تبعهم بشكل اخر. نعم صحيح. نعم. وحتى لما يجي واحد من بريطانيا يتعامل مع التاجر مباشره في تركيا ويدفع له ويحول له، اي بروسيس هو اتبع اصلا؟ ايش اللي اخذوا منه؟ الموضوع يعني شغلات كتير شائكه بتكون في النص، فهو بيعتبر انه وفر لكن في الحقيقه هو ما وفر بهالطريقه. نعم. نعم. على كل حال طيب اذا في اسئله اخرى مشان ناخذ وجبه اخرى. دكتور هاني تفضل. دكتور هاني بعدين نحاول نتنبهين وبعدين بعد كده نختم عشان تقوم نصلي العصر ونصلي المغرب. فعندك الساعه 6 دلوقتي مش كده؟ نعم نعم دكتور. طيب السؤال بتاع المؤسسات الخيريه العربيه والاسلاميه للاغاثه، ايوه في سقف للفكر وسقف للعلم وسقف المعرفة. أنا استخفي هو إغاثة الفزع خلاص، أنا أقول له جزاكم الله خير خلاص، ده فكره كده خلاص. واحد مش واحد اتخرج فقط من المدرسة الابتدائية وانت متخرج من الثانوية أو من الجامعة، مش ممكن هيكون علمه زي علمك إلا من رحم رب. وأسهل شيء بتعمل هو اللي بيجمع الفلوس، بيجمع الفلوس إيه من الناس اللي هو الكوارث بس خلاص. يبقى أنا مؤسسة بالطريقة دي، وده شيء موجود عندنا، موجود 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 وهيفضل موجود. حتى اغلب المؤسسات الاوروبيه والامريكيه بتبني دخلها على الكوارث. اخر واحده اللي بتاع الامم المتحده، ربلك تعرف الامم المتحده بتعمل ده كده ليه يا شباب؟ لان احنا مش متحدين كجمعيات، احنا بنعملش الادفوكاسي مع بعض، كلنا كل واحد بيعمل ادفوكاسي لوحده. احنا عشان نطلع بيان صحفي كنا احنا كمنتدى انساني من سنين يعني ننتظر يوم واثنين وخمسة وعشرة واسبوع واسبوعين عشان كل المؤسسات تقرأ البيان وتمدع البيان قبل ما نطلعه. ممكن المنتدى او السيريا ريليف تطلع بيان هي يعني فنكوش لانها لوحدها، لكن لو مع سيريا ريليف او مع المنتدى 20 مؤسسة، كل مؤسسة فيها لها حق انها تقرأ البيان وحق انها تراجع البيان وحق انها تعمل صياغه لاعاده البيان مره ثانيه قبل ان نبعث البيان للمسؤولين. لو احنا عندنا الحاجات دي كلها ستضطر الامم المتحده انها تزود نسبه الانفاق على المناطق الاخرى من 10% و20% ل 50%. لكن انا مؤاخذه العيب فينا احنا. فاكرين لما حصل مش عارف مؤتمر اللي هو القمة الإنساني من 4 سنين ولأول مرة لقيت الجمعيات واقفين وبيقولوا 80% من الميزانية بتصرف داخل إيه؟ سوريا. بدأت الإعلام يبص لكم لكن ما استمرناش فيها، ما استمرناش فيها. التكتلات احنا نؤمن بيها، بناء المناخ ما بنؤمنش. انتوا عايزين تغير المناخ بتاع الثقافي مش كده بتاع الناس مش كده يا رجالة؟ هنغيره ازاي؟ الثقب بتاع الأوزون اللي فوق ده يعني واحد كده حط إبرة فوق كده ومخرقه، واللي هو خد عشرات السنين من التلوث البيئي، التصحر والجفاف اللي موجود في شرق أفريقيا وفي أماكن في سوريا وفي العراق دلوقتي، خد كم سنة عشان كده يوصل؟ خد عشرات السنين عشان توصل في عندنا تصحر وجفاف سواء كان في أفريقيا أو في الصومال أو إلى آخره. التفسخ الثقافي اللي حصل عندنا دلوقتي من المجتمع الرصين السوري اللي كان ثقافة المرأة وثقافة الأسرة وثقافة المجتمع وثقافة الرجولة والأخوة والنخوة و موجودة، فين هو دلوقتي؟ خد كم سنة؟
هذا عشرات السنين. ما احنا هنيجي نلغى العقليات دي يا اخوانا، اصعب شيء هو رفع الوعي وتغيير الثقافه. لذلك اعداء الانسانيه دايما يتحكموا في مفاصل الاعلام فيديرونها حسب اهوائهم، ونحن لا نجيد الاعلام. كل واحد من يقعد يصرخ، لكن في الاخر وسائل الاعلامنا ضعيفه، دي نمره واحد. نمره اثنين، نحن لا نجيد البحث والقراءه والتحليل، ولا نهتم بهذه الاشياء كمنظومه. اقوى مؤسسات في العالم بحثيه بتطلع لك كل شيء، سياسات العالم كله، هي مؤسسه تراند الامريكيه اللي مهتمه بالاسلام والمسلمين دلوقتي، بغض النظر عن هم بيكتبوا ايه. اكبر الجامعات اللي بتؤثر في ثقافه التعليم العالمي هي الجامعات الاوروبيه والامريكيه، زي اوكسفورد، زي كامبريدج، زي اسكتلندا، غلاسكو، ادنبرا، مانشستر، كذا 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 كذا، والجامعات اللي ستانفورد في امريكا، والثانيه الكبيره اسمها ايه، هارفارد الى اخره. طيب كل الجامعات دي عندها يا رجاله اهم شيء غير البحوث والابحاث، عندها اوقاف بمليارات الجنيهات الاسترلينيه. كل جامعه من دول عندها ما يقل 5 ل 10 مليار استرليني ودولار، يخلوا الجامعه كيان هيكلي راسخ قائم مستمر في مسيرته. شفتوا بقى يا رجاله قد ايه؟ فاحنا مش مؤمنين بكده. يقول لهم مرش عمل مش عايزين. يبقى انت تتعامل مع الواقع الاليم ده يعني وتربي جيل. تربي جيل يبتدي هو بس تربيه صح. 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 واخد بالك؟ فالجيل ده هو اللي هيحدث التغيير، لكن انت هتحط بذرة التغيير. جزاكم الله خير يا رجاله. ساعة الساعة 4 وربع يا عثمان. طيب. انا والله سعيد جدا. تعرف يا عثمان؟ انا اكتر واحد مستفيد واكتر واحد موتيفيتد، يعني ايه متحمس، واكتر واحد متفاعل. انا اتحدى كل اللي عندك دول، لو تحمسهم وفعاليتهم وكذا 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 تاتي قريبه من حماسي وفعاليتي وارتفاع همتي. فانا بشكركم يا شباب اللي قاعدين ورا الشاشات، انكم رفعتوا سقف الحماسه عندي. انا السعيد وانا المتحمس وانا المتفائل، وجزاكم الله خير انكم اعطيتوني الدفعه دي كلها اللي هتخليني اطلع للسماء. ومندعيك لعنا، ومندعيك لعنا لتشوف التحمس ان شاء الله، وننزل سوا سوريا جميعا. شكرا دكتور رحمان.